نقول يا اخوان انا اقصد كل اللي حكيته، اقصد شيء فرق جدا بين ما تسمع وفرق بين انك تعيش الحدث. تعيش الحدث مش يمكن تنساه طول عمرك، فكيف اذا جاءك الحدث الاعظم وجاءت سكرة الموت بالحق؟ لماذا لم يقرب رجاء الموت؟ قال سكرة الموت وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يعني كنت تحيد، هذا اللي كنت تشرد منه، تشرد من مين؟ ممكن تهرب من قدر، ممكن يتخيل انسان اني اهرب من القدر اللي رب العباد رسمه الي، راح يجيك هذا اليوم. كان يا اخوان ايه تقول لك؟ يعني حضر نفسك لهذا الموقف. ستدخل عليك ملك الموت، راح يدخل عليك ملك الموت الشيخ احمد. شئت ام ابيت، ملك الموت. لذا الله قال الله تعالى، قال الله تعالى لنا وجاءت كل نفس، انت نفس ولا نفس معها، مش معها، لا مالها ولا جاهها ولا سلطانها ولا ملكها، جاءت كل نفس معها سائق وبسوقها، ولا تروح ولا يوديك على اي موقع ستكون. خلني هذا الممنوع تنساه من الآن يا يوسف، ممنوع تنساه. أنت وين مقعدك بعد الموت؟ مقعدك في الدنيا عرفته أنت الآن، لكن بعد أن يأتيك ملك الموت، خلينا ناخذ حبة حبة. في عالم البرزخ وين موقعك؟ اسمع شو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس موقع من موقعين، إما أن يكون في روضة، تخيل الروضة من تقريب الأذهان الآن، روضة، والروضة درجات، حتى الروضة في القبر درجات، وإما أن يكون في حفرة، والحفرة برضو دركات. أين سيكون؟ أنت من يقرر وين راح تكون بعد الموت. يعني عملك الآن أنت صليت الآن عشاء جماعة، حضرت مجلس علم دقائق، هذا العمل القليل اللي عملته والله اعظم من كل كنوز الدنيا، بتعرفه بعد الموت مش الان. فتصور انتقل معي كمان في محطه ثانيه، خلصت من القبر والله بعرف كم هي المده، راح تقف في يوم القيامه، يوم القيامه لحاله وين مقعدك يا شاطر؟ يعني احيانا الاخوان بطلات الطائره اللي بيسافروا هذول، فصار اخوان في الطائره تكون الطامس اللي رايح على بلاد بعيدة، على الصين 9 ساعات ولا 11 ساعة، تكون في مقعد اسمه رجال الأعمال، يعني الدرجة الأولى هذه يعني زي عساد بقعد فيها ورجال. فصار اخوان المكان راح تقعد فيه كم؟ 9 ساعات، ممتاز. لكن إذا حد في الدرجة العادية السياحية العادية راح تكسر رجلي وتتعب 9 ساعات تطار روحك. لكن تصور هذا الإنسان اللي معه ساعات قليلة بهمه يدفع 3 أضعاف التذكرة عشان يريح راسه كم من ساعة. إذا فكرنا نحط الآن الأعمال الصالحة قدام عينينا حتى نجلس يوم القيامة في مقعد الصدق عند مليك المقتدر، طيب شو السبب؟ يعني بدك تذكر سفر من هون للصين بدك 1500 دولار لدرجة الليلة، من 3 أضعاف تقريبا التذكرة العادية. طب تذكرة جلوسك مع النبيين والصديقين وش هذا الشيء؟ فكرنا يا اخوان في هذا الموضوع، اخوان فيش عند الله حظ، فيش حظ ونصيب، حظك ونصيبك في خريف الدنيا، في الدنيا اللي زرعته وحصده، ياللي درسته تفضل قدمه في الامتحان، ياللي عملته هون بتاخذه هناك، المبلغ اللي تحطه هون بتاخذه غير 10 أضعاف. مين اخذ فكرة التفكير من المؤمنين الصادقين؟ يعني لو وضعت الان في رصيدي شيء، كم ساخذ هذا الرصيد اللي انا قدمته الان؟ عند الله وخيرا واعظم اجرا. يعني مقعدك في ارض المحشر يوم القيامه وين راح تكون؟ تحت ظل العرش اولا، على منابر من نور ثانيا، منابر من زبرجد،
منابر من ياقوت، والله لو جبت كل كنوز الدنيا ما جلست على اي منبر ابدا. لو كنت اعظم ملوك الدنيا ما جلسوك بكره هو على المجلس. لكن بجلسك صدقك، ايمانك، استقامتك، اخلاصك، قلنا هذه بضاعه الاخره. بضاعه الدنيا فهمناها، لكن بضاعه الاخره هل من ذكر احبابنا فينا يدرك انه اذا ما صليتش الفجر يوم جماعه كم ساخسر؟ ان لم اقم قيام الليل يا بشير شو ممكن اني اجد بعد لقاء ربي؟ هذا هو الكرام الحي، الامور الحقيقيه تعيشها من الان، مش بعد ما تموت. من الان تعد العده لذاك اللقاء العظيم.